يا سماحة الشيخ، هذه السائلة تقول: هل للمرأة أن تذهب لطلب العلم، وما هي المواد الشرعية التي تنصحون بدراستها؟ نعم، يشرع لها، بل يجب عليها أن تتعلم بسماع العلم من طريق النداء، من طريق إذاعة القرآن، من طريق زيارة النساء المعلمات، حضور مجالس العلم التي تستطيع حضورها مع التستر حتى تسمع الفائدة والعلم، سؤال أهل العلم بالتلفون أو بالمكاتبة، كل هذا من طلب العلم. والنبي عليه السلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا كونك امرأة تعلم النساء وجب عليها أن تتتابع إليها مع النساء للتعلم والتفقه في الدين، وإذا كان هناك حلقات علم للرجال وفيها وحولها مجالس النساء، محلات النساء خاصة يسمعن العلم، تذهب تسمع العلم مع التستر والتحفظ والبعد عن أسباب الفتنة. وإذا سألت من طريق الهاتف، من طريق التلفون أو المكاتب، تسأل العلم عما أشكل عليها، كل هذا من أسباب تحصيل العلم. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: فاتقوا الله ما استطعتم.